بفضل الله برحب بيكم جميعا، ويلا نتعلم مع بعض سي وسي بلس بلس. في بعض الأحيان لما بتعمل الحاجة عملي على أرض الواقع بتحس إحساس تاني خالص، وإحساس جميل جدا، وبتحس إنك أنت مطمن. علشان كده عاوزين نطبق أنواع المتغيرات اللي إحنا خدناها على أرض الواقع. إزاي على أرض الواقع؟ خد بالك أنا مش هشرح لك إزاي بتعمل متغير دلوقتي، لا ده أنا هخليك تعرف حجم اللي إحنا قلنا عليه من الكمبايلر بتاعك. يعني إحنا لما دخلنا في الإنترنت قبل كده ولقينا اختلافات غريبة جدا ما بين المواقع وبعضها، تمام؟ حتى احنا ما دورناش على الموقع الستاندرد. ما علينا من كل ده، هخلي بقى الكمبايلر بتاعك اللي انت شغال عليه هو اللي يقولك ازاي. هقولك انت دلوقتي هتعمل برنت اف، ماشي؟ برنت اف دي معروف، هنديها فورمات عادي خالص، وهو ان انا عايزها تنتج لي رقم. انا هبعت لك هنا رقم، ايه هو الرقم ده؟ ابعت بقى الرقم اللي يعجبك. خد بالك من حاجه، واعمل السيمي كولون قبل ما تنسى. خد بالك من حاجه، في حاجة في لغة السي جميلة جدا جدا جدا، هي من الكلمات المحجوزة keywords أو reserved keywords، اسمها size of. size of شايف اتلونت ازاي؟ size of، وبتفتح قوسين بعدها، وجوه هنا بتحط اي نوع يعجبك. يعني مثلا 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 النوع char، يقوم يعمل ايه بقى؟ يقوم يطبع لك حجم النوع ده. رايك بقى يطبع لك ايه؟ يطبع لك حجم النوع، حجمه في الذاكره. واخد بالك الحجم اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده؟ لا نشوفه بقى عملي بقى. جرب كده معايا، دوس على F5، بيقول لك حجمه 1 بايتس. خدت بالك حجمه ايه؟ 1 بايتس، ماشي. تعال بقى نعمل حركه ثانيه كده. خلاص احنا كده عرفنا الكيفيه، صح كده؟ عرفنا ايه الكيفيه. شيل بقى دول وحط الانواع اللي احنا خدناها مع بعض ورتبناها قبل كده. هعمل ايه بقى؟ هشيل الارقام من قدامها بالمره. يعني بعد ما اشيل الارقام هعمل ايه؟ هكتب بقى هنا برنت اف، وافتح قوس، واحط هنا الفورمات علامه في الميه دي، بعد كده كوما، وبعد الكوما هاجي هنا هعمل ايه؟ سايز اوف قوس. بس ده اللي انا محتاجه قبل النوع، ده اللي انا محتاجه قبل ايه؟ قبل النوع. بعد النوع هنرجع له دلوقتي، لكن خلينا دلوقتي فين يا عمي؟ فقبل النوع هاخد الكلام ده كده ايه، كوبي، ماشي، اخده كوبي، واجي انا احطه ايه، بيست دي برنت اف الفورمات بتاعنا ما سايز اوف قوس. هكمل بقى بعدين القوس الثاني. تعالى هنا هعمل ايه، هشيل الرقم واحط ده، اجي انا اشيل الرقم واحط ده، اجي هنا اشيل الرقم واحط ده، نفس القصه مع الباقي بقى. اهو اشيل الرقم واحط الكلام ده، اهو شايف المنظر؟ اهو بس. ماشي، اهو اوريك بقى كل نوع بفضل الله الكومبايلر بتاعك هو اللي يقول لك. دي هنا ايه؟ نفس الكلام هنا ونفس الكلام فين؟ هنا، ماشي كده؟ بفضل الله تمام قوي لغايه هنا. اجي هنا بقى بعد كل سطر احتاج قوس لداله سايز اوف، ماشي، او السايز اوف يعني اللي هي في السي المحجوزه اللي في السي، وبعد كده احتاج مسافه وقوس تاني، مسافه للتنسيق يعني، لان انا محتاج قوسين، وبعد كده احتاج سيمي كول. مع كل سطر من دول في اخره هحتاج الكلام ده، اجي هنا اخد الكلام ده كوبي واحطه في اخر كل سطر بالمنظر ده كده. تيجي تعدي على سطر تحطه خلاص يتشال منه ايه؟ الخطا وينزل للي بعده، اهو بالمنظر ده كده. في اخر كل سطر يا جماعه هنحط الكلام ده كده. بعمل كده ليه؟ بدل ما اقعد اكتب كل ده تاني، كتبناه مره خلاص. الانواع يعني كتبناها مره. ماشي، اهو في اخر كل سطر بعمل الكلام ده كده، ماشي كده. طيب
هنا بقى فاضل حاجة واحدة بس، إن عايز يعني هقولك على حاجة، نعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ هقولك على حاجة، الفورمات ده بقى عايزين بعديه باكسلاش إن، فبفضل الله ممكن نعمل إيه؟ ولا أي حاجة، هنعمل على طول بقى سريعا كده، يعني أقول له أي برنت إف بالمنظر ده كده، عايز أعمل لها ريبليس، كنترول مع إتش بيجيب لك ريبليس، أقول له خليها هي هي بس حط بعد العلامة في المية دي باك سلاش ان بس، على اساس ما عديش عليهم واحدة واحدة، هو لوحده يعدي يظبط القصة. بص كده خلاص كله بقى فيه باك سلاش ان. فاضل ايه تاني؟ هقول لك فاضل عايز اعمل ايه، عايز يتكتب النوع هنا، يعني انا هاخد النوع ده كده كوبي واحطه كسترينج كنص هنا، عايز اكتب كلمة تشار كولوم مسافة ماشي، وهنا ايه الانسايند شار، انا اجرب كده تجربة سريعة اف خمسة فوق دول لك شار كذا ماشي، تعالى بقى ايه عشان تعرف بس كل نوع على ايه. اهو اف بص خد ده كده اكتبه هنا اهو ماشي اهو، وهنا ده انت مش مستاهلة قوي، وهنا ده ايه signed int اهو، طبعا هتلاقيهم متشابهين لبعض جدا، بس انا ايه بفصل معاك في السي اللي ما بفصلوش في اي لغة تانية، يعني لو بصيت على الشرح بتاعنا اللي على الاكاديمية بفضل الله هتلاقيني ما بفصلش التفصيل ده في اي لغة زي السي سي بلس بلس ماشي، لان هما محتاجين كده، اللغات التانية بتريحك في حاجات كتير قوي كان أبطأ منها طبيعي يعني، تمام أهو هنا النوع أهو، بحط النوع اللي أنا كاتبه هنا زي ما هو تمام، علشان أعرف إن ده حجم كذا ده حجم كذا، لأ فاهم الفكرة أهو، شايف المنظر عامل إزاي؟ حلو أوي، وهعمل لك حركة تانية في الآخر بس خلصني من دي الأول إن شاء الله يعني ماشي، هنا كده أهي خد ده كده اهو قربنا اهو، بحطه قبل قبل الرقم قبل رقم الحجم اهو، شايف أهو. بدل ما اكتبه تاني يعني بكتبه كنص علشان يظهر معايا اهو بالمنظر ده كده، بايلر هو اللي يقول لي بقى علشان وانت شغال تراعي بقى الاحجام دي ما تتعدهاش ماشي يا باشمهندسين، وانتوا شغالين تراعوا الاحجام دي كويس جدا. اوكي اهو شايف المنظر عامل ازاي؟ اهو اخر واحد معانا دلوقتي كده اهو كده اهو بالمنظر ده. اوكي تعالى بقى اعمل لك حركه جميله، هقول لك اي علامه الميه دي باك سلاش ان استبدلها بايه بقى؟ اقول لك على فكره ثانيه جت في بالي دلوقتي، بص استبدلها بنفسها بس زود عليها ايه؟ بعد الرقم مسافة بايتس باك كده ريبليس اول يعني 18 واحدة 18 ايه نوع، على اساس انت بتطبع له يعني تقول له ايه، تقول له خد بالك التشار ده بياخد كذا بياخد كذا ايه كذا بايت، السايند تشار بياخد كذا بايتس وهكذا، خدت بالك ازاي؟ تعالى بقى نجرب الكود الجميل ده، شغل اف ايه؟ اف 5 اه بص يا باشا ايه ده؟ بس كتب كلمة بايتس ليه قبل ال اه سوري احنا هنا كتبناها بعد الباك سلاش ان، سوري 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 كنترول مع زد جهلي تاني، اقف عليها كده قامت في المية دي باك سلاش ان كنترول مع اتش يعني ريبليس ريبليس هي هي بس اكتب كلمة بايتس قبل دي بقى مسافة بايتس قبل باك سلاش ان بايتس ماشي، طب قلبني سؤال دي ايه سيف، جرب بقى اف 5 بص على الكود الجميل ده اهو، بيقول لك بيقول لك التشار حجمها ايه 1 بايتس سايند تشار 1 بايتس كده، الكومبايلر هو اللي بيقول لك ده شغل فعلي على ارض الواقع،
الانسر بص كده كده الاتشار، عائله الاتشار كلها 1 بايتس، عائله الانت كلها 4 ايه بايتس، عائله الشورت انت 2 بايت. خد بالك الانت هنا اكبر من الشورت، انا معرفش جابوه لنا هنا ولا لا في الحاجات اللي كنا الغريبه عاملين نبص فيها دي. الانت فين؟ الانت هنا 2. بص 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 الموقع ده كاتب لك ايه، بيقول لك ايه 2 او 4 بايت. هنا هو جاي ايه، جاي الانت هنا 4، واخد بالك ازاي؟ تمام، الانت هنا ايه 4، عائلة الانت كلها 4، الشورت 2، واخد بالك عائلة الشورت كلها ايه 2. ما هي السايند والانسايند تفرق معاك انت بقى باشارة ولا من غير اشارة، لكن احنا بنتكلم على حجمها في الميموري في الذاكرة. بتاخد قد ايه من الكمبيوتر بجد بقى؟ اللونج عندك 4 و سايند لونج 4. بص عائلة اللونج كلها 4، خد بالك عائلة اللونج 4 وعائلة الانت 4، حتى الشورت انت لا الانت عائلة الانت 4 وعائلة اللونج 4 برضو، انت متخيل؟ مع ان انت استخدمت لونج. طب اللونج لونج لا اللونج لونج 8 بقى، خدت بالك تحت ايه خالص. بص الفلوت 4، الدبل اكبر من الفلوت، اللونج دبل زي الدبل. ممكن في كومبايلرات تانية تلاقي اللونج دبل اكتر من كده، زي ما كتب لك. بص كتب لك في كاتب لك 12، انا شفت 12 انا من شويه اهو، اتفضل 10 هنا 10 وهنا، اللونج دبل 12 وهنا، فين اللونج دبل هنا؟ اللونج دبل 10، مفيش حد كاتب 8 دي خالص. ده كومبايلر مايكروسوفت، خد بالك اللي انا قاعد عليه ده كومبايلر مايكروسوفت، مش الكومبايلر اللي نزلته معاك في الاول عشان اشغلك، ده كومبايلر مايكروسوفت اللي انا قاعد عليه، خدت بالك ازاي؟ شايف لونج دبل 8، لونج لونج انت 8، خد بالك بقى اللونج لونج انت اكبر من الانت ومن اللونج انت، خدت بالك؟ فتعرف يعني تعرف الكومبايلر بتاعك شغال ازاي. الكومبايلر اللي انت اصلا المفروض لما تيجي تعمل البرنامج بتاعك وتشغله على جهاز انت هتنزل الكومبايلر اللي انت استخدمته، يعني ما تروحش تشتغل على كومبايلر وتأسس شغلك عليه وتيجي في الاخر تروح تستخدم كومبايلر تاني بيستخدم مساحات مختلفة فيضرب معاك في حاجات معينة. طب وليه؟ يبقى انت لازم تكون ايه مظبط شغلك، فاهم الفكرة ازاي؟ فانت هنا بتاخد السايز بتاعتك منين؟ من الكومبايلر نفسه. فدي بفضل الله تعتبر حاجة جميلة جدا انك تعرف الدنيا بتاعتك ماشية ازاي. استنى استنى، رايح فين؟ ويت، انتظر ثواني. عملت اشتراك؟ طب عملت لايك؟ ده دوسه دوسه اشتراك. عملت الجرس علشان يوصلك كل جديدنا؟ عملت شير للناس علشان ربنا يكرمك؟ وما تنساش تدخل على موقع الاكاديميه www.hassuna-academy.com وتسجل حساب عشان نعرفك وتكون معانا دايما. انشر الخير للناس في كل مكان، ربنا يكرمك بفضل الله.